يحركه ويمزقه بهذا الأسلوب الماجن وبهذه الطريقة التي تتنافى مع الأخلاق ومع القيم ومع مبادئ الدين، ده يدل على أن الأمر قد فاق كل الحدود، وبالتالي هي صورة سيئة جدا جدا، وأنا أعتقد أنهم قد خسروا كثيرا، ويكفي أنهم قد فضحوا أنفسهم أمام الناس وأظهروا أنفسهم بهذه الصورة المزرية التي لا تمت إلى الإسلام ولا إلى قيم الإسلام بصلة. يعني كانوا يقولون أنهم يدافعون عن الشرعية ويدافعون عن الإسلام ويدافعون عن قيم الإسلام، اتضح أنهم لا صلة لهم بهذه القيم، وأصبحت الصورة واضحة أمام الناس، لقد تعروا تماما من الحق ومن التمسك بالدين وقيم الدين، لأن ما فعلوه يخرج عن كافة قيم الدين. الطالب الذي وقف عاريا في أحد منافذ الجامعة في المبنى العالي وراح يتعامل مع الناس بطريقة مخلة بالحياء العام وبما يشكل جريمة أخلاقية يعاقب عليها قانون العقوبات، أعتقد أن هذا المنظر كاف في الحكم على توجه هؤلاء الناس وعلى هويتهم، وأن الكلام عن الإسلام هو كلام لا يصدق ولا صلة له بالواقع. الكلام هو نوع من التشفي والانتقام في هذا البلد الذي شاء قدر الله فيه أن ينزع الملك عمن كانوا يريدون أن يستولوا عليه. هذا قدر الله، هم يقفون ضد قدر الله، ومن يقف ضد قدر الله لا يمكن أن يحظى بمراده أبدا، لأن قدر الله غالب والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي حالة سعار لأنهم ما كانوا يظنوا بعد أن ذاقوا حلاوة الحكم وبعد أن جلسوا على الكراسي أن ينزعها الله منهم بهذه الطريقة. أيوة. التي تخطف الألباب وتذهب العقول. طيب شكرا. يعني نيجي بقى للتعامل الأمني مع هذه الأحداث. طبعا الأمن الجماعي مش بس في جماعة الأزهر ولكن في كل جماعات مصر لا يستطيع السيطرة على الموقف، وده طبعا تم إثباته مرة ورا مرة ورا مرة. في مشكلة كبيرة جدا في الأمن المدني الموجود داخل الجامعة، ما عندوش تمويل، الأفراد غير كافيين غير مدربين على التصدي لأعمال الشباب، في نفس الوقت تم إلغاء الحرس الجماعي. سمعنا النهاردة أنه رئيس الوزراء أصدر قرار بأنه من حق رؤساء الجامعة استدعاء الشرطة أو الأمن وقت الحاجة بقرار من النيابة العامة. هل هذا القرار كافي لردع المشاغبين في الجامعة؟ أنا بس في تحفظ هنا أن يكون الاستدعاء وبعدين استئذان النيابة العامة. من الناحية القانونية لا. من الناحية القانونية لا. ليه؟ لأن شو بنقول إيه استدعاء؟ البيت لا يجوز دخوله من المأمور ضابط القضية أو الشرطة إلا بناء على إذن من النيابة. واستثناء من ذلك يشرع بدخول البيت دون استئذان من النيابة في حالة الاستغاثة المساعدة أو وجود كارثة حريق بتاع مش عارف إيه، أدخل البيت. هنا رئيس الجامعة بيستغيث، رئيس الجامعة طلب المساعدة، يبقى محتاج إذن من النيابة. ده شيء أنا بقوله بأن، ولذلك أنا لما قريتها النهاردة الحقيقة اتضايقت. ليه؟ لأن ده بقى شيء من الضعف. أنا كله عايز أبين كل حاجة من كل حاجة، إحنا أهو إحنا في إطار القانون، أهو إحنا في إطار القانون، أهو شايفين بقى؟ لا، ما ينفعش الكلام ده. أنت أمام جريمة فادحة فيها حبس رئيس الجامعة وفيها حرق وإتلاف مستندات وتخريب أروح في النيابة العامة؟ تلفيات وصلت لعشرة مليون جنيه بالظبط. لا يا سيدة الفضيلة، حتى والله ولو ما أسفرتش عن خسارة خالص، المظهر نفسه خسارة، المظهر نفسه مظهر التعدي، وأكيد يبقى في خسارة. أستاذ النيابة العامة إذا كان بيستغيث بالشرطة، هي الشرطة دي دخلت إزاي لوحدها؟ مش ممكن. يبقى هنا دي بس كده حتة ملحوظة كده. أما بقى قدامنا يعني الشيء المحزن، وزي ما تفضل سيادة الدكتور، الشيء المحزن إن إحنا بنشوف الصورة الناطقة بهذا الإجرام في داخل إيه؟ حرم. شوف إحنا عندنا الحرم المكي، الحرم المدني، أن يطلق عليها الحرم الجامعي دلالة على القدسية هذا المكان، أن ينتهك حرمته. شفت انتهك حرمته بهذا الشكل الفظيع، وللأسف منين؟ من يدعون أنهم طلبة؟ أنا ما بعترفش أنهم طلبة.
اللي بيحزنني بقى ايه؟ ان هناك فريق او بعض الافكار يقول لك الله ده التظاهرات في الجامعه ايه يا سياده اللواء؟ التظاهرات في الجامعه طول عمرنا بنعرفها وبنسمعها. اقول له كانت تظاهرات سنه 23 ومن والى غيره راقيه سياسيه هادفه، ما بنمنعش دول شباب المستقبل ونمي فكره سياسيا هو الاخر، ولكن الطالب اللي طالع وملسم، طب ملسم ليه؟ طب انا ليه راي وعايز افصح عن رايي وانمي فيه الملكة السياسية، اطلع قول رأيك بوضوح وشلوك على الاكتاف وتتكلم. ملسم ليه؟ لا بقيت مجرم زيك زي هو. التكسير التكسير والتخريب، والتكسير المقرب يخرب بيقول لك الله اكبر، لانه احنا متفقين ان دي مش مظاهرات. يقول لك الاعلام النهارده بقى والاعلام التي ترفع ايضا العلامة. للاسف الشديد اننا نعتمد دائما على الامن. اقول لا الامن زي ما حصل كده اخر حاجه، الامن ده في الاخر، لكن انا عندي في كل جامعه لائحه، اللائحه فيها من التاديب ما يكفي، كان يجب ان تطبق من الاول. معظم النار يا سيد الفاضل من مستصغر الشرع، احنا سيدنا في الاول ودللنا وابنائنا ودول اولادنا. لا، لازم كنت تعرف ان فيه زي ما قال الدكتور النجار ان في ناس محروقين لما انتزعت منهم كل الكراسي، مش الرئيس بس، المحافظ والوزير والمدير العام والاخره، يبقى بالذات كانت هناك ظاهره من البدايه حاله التسمم. اللي حصل في حاله التسمم ده انت عندك شواهد، حصل مرتين كده، حصلت مرتين. انا عندي شواهد بتقول تنمي عندي الحس الامني كاداره جامعه، وفي الوقت نفسه ملكة التنبؤ بإيه اللي هيحصل والمشهد السياسي العام إيه. يبقى ربنا قال وخذوا حذركم، يبقى كان لازم يبقى فيه ضبطية صح ويد قابضة صح، لكن مش نقول بقى تخرب وتولع وانت على الآن. نعم. طيب خلينا ناخد من دكتور نجار الآن الحالة التي انتابت جماعة أنصار الرئيس المعزول المتمثلة في جماعة الأخوان المسلمين، حالة السعار اللي حضرتك تحدثت عنها وفي حالة تصاعد كل يوم، بنشاهد يوم الجمعة المسيرات الغير سلمية أيضا التي تخرج في محافظات مصر، نشهد ما يرتكبونه الآن من أعمال يعني غير سلمية على الإطلاق. يعني حالة السعار دي هتستمر إلى ما لا نهاية، خاصة إن احنا قادمين أيضا عند أول محاكمة بالنسبة للرئيس المعزول يوم 4 نوفمبر، وهناك تهديدات واضحة ما حدث يوم 6 أكتوبر، إذا مصر كلها تحتفل وهم غاضبون. حضرتك ممكن الحالة أنا أعتقد كما يبدو من استقراء أحوالهم وسلوكهم، هم لديهم حالة من المكابرة ومن العناد ورغبة شديدة في الانتقام وفي التخريب وفي تقديم الضر لأي شيء في هذا البلد، وبالتالي فأنا شايف إنها حالة يعني ربما تستمر بعض الوقت، لكن إنها في النهاية محكوم عليها بالفشل لأنها إفساد، والله عز وجل يقول إن الله لا يسرع عمل المفسدين. دائما أي ظاهرة إفساد بتأخذ وقتها ثم تنتهي إلى لا شيء، خاصة إذا شعروا أن الشعب يسير في طريقه وأنه ماض في صنع خارطة المستقبل. كلما اقتربت هذه الخريطة من نهايتها وقدمت خطوة من النجاح كلما ازدادوا سعارا، وسيظل هذا الأمر ربما إلى أن يصدر الدستور وتلي خطوات الانتخاب واستكمال المؤسسات الدستورية، وبالتالي يشعر أن هذا أي انتخابات في هذه الأجواء، أي انتخابات في هذه الأجواء اللي يمكن نتحدث عن في ظل هذا ما نشهده في الشارع المصري؟ لا، هو إن شاء الله الشعب قادر على أن يحمي نفسه، يعني لأن المسألة لم تكن عملا حكوميا ولا عملا فئويا، وإنما الشعب كله هو الذي صنع هذه الثورة، العالم كله رأى ذلك، ونحن نثق في قدرة الشعب المصري على حماية مصالحه. الشعب سينتصر إن شاء الله، ولن يستطيع هؤلاء أن ينالوا منه أبدا، لأن اللي خرج خرجوا عن قناعة ورغبة في صنع مستقبل. طيب لا ينسوا ولا أي معذرة مع الأستاذ اللواء، سؤال مهم يتعلق بجماعة الأزهر. تفضل. لماذا تغلغل الإخوان في جماعة الأزهر بهذا الشكل؟ الموضوع كمان قبل
الثورة بكتير. احنا فاكرين العرض العسكري اللي عملوه الاخوان في جامعة الازهر، يعني هناك الازهر كادارة وكمشيخة هي يعني قمة الوسطية الاعتدال، ولكن في القواعد الازهر الموضوع يختلف. بعد اذن سيادة اللواء، هو الازهر يختلف عن اي مؤسسة اخرى؟ لان الازهر سوف يدائم وجودهم العالمي، هم يريدون ان يستغلوا 1070 سنة من تاريخ مشرق ناصر له فضل على العالم كله، ليكون هذا التاريخ مطية يركبونها من خلال التنظيم العالمي، ويسوقوا أنفسهم من خلال الأزهر الشريف للعالم. وهذا مطمع يستحق أن يفعلوا ذلك، ويستحق أن مش أنهم يعملوا مظاهرات ويدعوا أنهم سنين تغلغلوا في جامعة الأزهر. يعني هناك أعداد الإصرار على ركوب هذه المؤسسة، وكانت مسألة مؤسسة إبهام. لا ما سمحتش انا هقول لحضرتك، انا الاخ اللي مسكوه امبارح عصام العريان، يعني انا شخصيا يسرت له، كان طالع من السجن وكان عنده امتحان في الليسانس الشريعه الاسلاميه، وانا ساعدته، وكان يبكي انه كان جاء متاخر في الامتحانات ويريد ان يدخل الامتحان بعذر انه كان معتقل وانه كان مسجون، وانا ماسك الامتحانات التخرج في الشريعه الاسلاميه يعني في مسافه طويله. انا يعني تعاونت معه لله ولكي يحصل على الشهاده، شهاده الليسانس من كليه الشريعه، وساعدته في اتمام الاجراءات ليدخل الامتحان في موعده المحدد له، حتى لا يضار وحتى يحصل على الشهاده كما يحصل عليها زملائه. وما كنت ادري انني اصنع بمصر وبالازهر الشريف هذا الشر الذي حصل الان. لو كنت اعلم ما وقفت بجانبه، ولا اعطيته شرف الحصول على الاجازه العاليه في الشريعه الاسلاميه من جامعه الازهر. هذا عصام العرياني الذي قبضوا عليه بالامس، والذي اباح رجوع اليهود الى مصر. انا شخصيا يعني حين ساعدته لم اكن اعلم انه كنت اساعد طالب علم يريد ان يطلب العلم لوجه الله عز وجل، لكن ما كنا ندري وما كنا نبحث عن النوايا. فنفذ عصام العريان وغيراؤه ومساعدوه على هذه الشاكلة، تظن أنهم يريدون خيرا وتساعدهم على هذا الأمر، ثم تفاجأ بالنهاية المرة التي تدرك في النهاية أنهم قد صنعوا لك شركا من الخداع يجعلك تندم على ما قدمته لهم. يعني اتضحت النوايا حقيقة. أنا يعني كنت تعليق صغير معلش بعد إذن حضراتكم جميعا كده. حضرتك سألت سؤال وجيه جدا، وهو ده اللي انا اصبته في محور كلامي كده، وهو ايه الميليشيات او البتاع ده التدريب العربي العسكري الشهير ليه؟ كنا بنوضب بروفا عشان هنعمل عرض عسكري، كانت في حفله الكليه هتعملها ولا الجامعه، فبنقول ده من ضمن التدريبات. هذا التدريب ليه هنا وجوه حرم الجامعه؟ هل اتخذ في اجراء؟ هذا هو السؤال. اتخذ فيه اجراء على كثر من ضمنهم كان خارج اجراء اداري من يعلم يا حضره الله اللي يقول اتخذ اجراء اداري مدني. لكن هقول لك